إخواني متتبعي قناة مراد بيتيل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني ويسعدني اليوم أن أتقاسم معكم بعض الأفكار. أول حاجة، واحد المجموعة ديال الناس يعني نزلوا عليا بانتقادات يعني حادة. هناك من يقول لي أودي المحتوى ديالك ليس في المستوى، هناك من يقول لي بأنه طريقة ديال التصوير وداك الشيء ليست في المستوى، وخاصك إمكانيات وخاصك ديكور وخاصك ستوديو وخاص وخاص وخاص. وهناك أيضا من يقول لي بأنه طريقة التعامل ديالك مع بعض الأحداث والمواضيع يعني لا ترقى إلى مستوى يعني المطلوب. أنا أقول لكم وأجيبكم، والله أنا جد سعيد بالانتقادات، والله يفرحني كثيرا أن يكون هناك تفاعل مع القناة، يسعدني أن أتعرض لانتقادات ماشي لادعة ولكن مفيدة يعني وتكون مجدية. صحيح أيضا أن هناك بعض الأوقات أنه جو فيلم سوغ أن كوتيت، كيعجبني واحد الحدث، كيعجبني واحد الصورة، كتعجبني هذا، دونك ألتقطها وأتقاسمها معكم. في الحقيقة يهمني كثيرا ردة فعلكم وتفاعلكم معي، ولكن يعني الهدف الأساسي راه ماشي هو أنه مثلا أرضيكم 100% بقدر ما الهدف الأساسي وهو أنه ندير شي حاجة كنحس بها. أما ندير شي حاجة ما كنحسش بها وما كنعرفش ليها سا جامي دو لافي. باش تكون في راسكم إخواني، اللي بغى يتبع يتبع واللي ما بغاش أنا لن أطلب منكم يعني أنكم تنخرطوا معي أو يعني أو صيفطوا لي لايك او انكم فو زابوني ولا سي با لوبجيكتيف. لوبجيكتيف جي اونفي دو فير كيلكو شوز جو لفي، اي بي يا اوت شوز جو لفي مي افيك امور، سي اون غراند باسيون كو جي. اليوم بغيت نتفاعل مع واحد الاحداث وقع الان في قطر، واللي خلاني نفكر فيها وهو يعني ما قاله السير الكراكي في الندوه الصحفيه في كاس افريقيا، نحن لا نمثل العرب ولا كذا ولا كذا، نمثل بلدنا، مزيان تمثل بلدك، ولكن كان بالأجدر بك أن تقول أنا إفريقي عربي مسلم أمازيغي، يعني تجمع كل شيء au lieu de se limiter. لأن شوف احنا دابا on parle de la mondialisation، يمكن تمثل تا أوروبا pourquoi pas، لأن عندنا بزاف ديال المغاربة في أوروبا والناس كانوا غيتفاعلوا معك أكثر. انت دابا ما ربحتي، ما خليتي اللي يربح، وصدقتي خاسر واحد الناس اللي كانوا شجعونا في كاس العالم وحبونا وكيف تخروا بينا وكيقول لك نمثلهم وهذا، دونك بنادم يولي يعبر الكلام. الله يجزيكم بخير. هذا يجرني الى ما يقع الان في قطر. قطر هم مالين الكاس، كاس اسيا، ولا يتحدثون بانانيه، لا يقولون نحن، ولكن يتحدثون باللغه العربيه وبالعرب. المهم انه لقاء شقيقين عربيين، وعجبتني واحد المثله قالها واحد الاردني، وهو قال لك نحن عينين في راس واحده. الله اكبر على تعبير. دونك كتلقاهم لا الاردنيين ولا القطريين بحال هكا كيتكلموا، كيقول لك الهدف الاساسي وهو انه نهايه عربيه 100%. فاللي ربح فيليسيتاسيون، واللي ما ربحش جود لاك. دونك هذا هو الحدث اللي كيهمني انا.